أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. في كندا هنا عندنا صباح يوم مشرق كالعادة عندهم، وما زلنا ننظر المنظر بتاع الأونتاريو ليك اللي أحد الخمس بحيرات العظمى، مياه عذبة بتفصل كندا عن أمريكا. زي ما قلت لكم سابقا 9% من مساحة كندا بحيرات فيها مياه عذبة، يعني اللهم لا حسد، أكثر من 31,000 بحيرة مساحتها أكثر من 3 كيلو متر مربع، وأكثر من 550 بالضبط 561 بحيرة أكثر من 100 كيلو متر مربع. بقول يا رب يوعدنا، إحنا عندنا خايفين من التصحر. فعلا مصر هبة النيل، وفي بلدي الثانية سوريا دجلة والفرات النهران الأساسيان وعاصي ويرموك، في العراق معاهم الدجيل. يا رب حافظ على الأنهار دي، بينما ناس بتبحث عن المياه العذبة اللهم لا حسد، ناس يعني عندها كمية مياه عذبة رهيبة لا حسد. وأدي العالم الكندي بيرفرف. طيب نتوكل على الله ونبتدئ. وقلنا النهاردة عندنا 3/4 ساعة المحاضرة الأخيرة في الانترودكشن، يعقوبها بإذن الله 10 دقائق بريك، ثم المحاضرة الأخيرة 6 في الأوتونوميك، وبرضو لمدة بإذن الله 45 دقيقة. طيب نبتدي كعادتنا بالامتحان. المحاضرة الثالثة الأخيرة بإذن الله في الانترودكشن، ما تنسوش يعني بعد في الفاصل محدش يمشي، هنعود تاني نعاود لكمان 45 دقيقة بإذن الله في المحاضرة الأخيرة في الأوتونوميك، عشان أنا عارف إن في جامعات كتيرة عندها الميد تيرم إكزام. يمكن مفاجأة جميلة أحب أقولها لكم، بإذن الله يمكن ندي محاضرتين بنفس الطريقة كده في النيرفي، والجمعة بإذن الله نخلص فيها النيرف، عشان الناس اللي عندها ميد تيرم اكزام تبقى في حالة استعداد. طيب نبتدي كعادتنا بحل المالتيبل تشويس كويشنز، والامتحان خاص بالانترودكشن. وقلنا وان انسر از كوريكت كما هي العادة، وطبعا بيجيب لكم امتحان زي ما انت عارف بيبقى شوية قوي عشان خاطر تتعود على الصعب. فكان السؤال الاول بيقول لك الفاسيليتيتد ديفيوجن ديفرز فروم سمبل ديفيوجن ان، ايه الفرق اللي هو موجود في الفاسيليتيتد ومش موجود في السمبل؟ هل الفاسيليتيتد نيدز اي تي بي؟ لا طب مش عاوز ادروجين ترايفوسفيت لانها فروم هاير تو لور. هل هي سنسيف تو تمبريتشر تشينجز؟ لا، السمبل ديفيوجن كمان سنسيف تو تمبريتشر تشينجز، يبقى ده لا يميزها عن السمبل ديفيوجن. لو قال لي مور سنسيف كانت تبقى دي الاجابه الصحيحه، لكن سنسيف بس لا، ما هو السمبل ديفيوجن سنسيف، ده فاسيليتيتد ديفيوجن هذا ماكسيمم ريت، هي دي الاجابه الصحيحه سي 4 كات وكيرز اجينست جريديان، غلط لانها ويذ جريديان. طيب السؤال الثاني قال ده مساله اهي، اختار السوليوشن وذ ذا هايست اوزموتيك بريشر، يعني كان اكشوالي السؤال ده 4 مسائل تحسبهم وتطلع مين عنده الهاي. نحسبهم واحدة واحدة. 500 سنتي فيهم 2 مولز كالسيوم كلورايد، المول كالسيوم كلورايد بيدي كام أزمول؟ 1 كالسيوم و2 كلورايد بيدي 3 أزمول، يبقى المول بيدي 3 أزمول، يبقى الاثنين يدوا 6 أزمول. 6 أزمول في 500 سنتي في نص لتر، احنا قلنا لازم التركيز يتحسب في اللتر، 6 في نص لتر يبقى كام في لتر؟ 12. يبقى ايه تكتب لي جنبها كده؟ 12. طب بيه 3 مول صوديوم كلورايد في 1 لتر، كل مول من الصوديوم كلورايد بيدي 2 صوديوم كلورايد، يبقى الثلاثة يدوا 6 في لتر، يبقى تكتب لي جنب نمرة اللي هي بي هتبقى 6. سي 3 مول جلوكوز، هنا جلوكوز المول بيدي ازمول لانها مش بتتعين، في 200 سنتي لازم نحسب في لتر،
3 في 200 سنتي اللتر 5 متينات، يبقى 3 في 5 تبقى 15، هنكتب جنبيها 15. اخر واحده 3 مولز بوتاسيوم كلورايد في 250 مللتر. طب المول بوتاسيوم كلورايد بيتقال لي 2 اينز، يبقى ايه دي 2 ازمول، يبقى الثلاثه يدوا 6 ازمول، 6 ازمول في ربع لتر، يبقى كام في لتر؟ يبقى 6 في 4 ب 24. يبقى انت كتبت جنب ايه 12، جنب بي بتكتب معايا 6، جنب سي 15، جنب دي 24. يبقى المحلول اللي عنده الهايست اوزموتيك بريشر هو دي، دي فور دادي. ممكن يصعبها لك اكتر، يقول لك قول لي احسب لي الاوزموتيك بريشر. عارف هتحسبها ازاي؟ بعد ما تحسب الاوزمولر كونسنتريشن اللي هو طلع مثلا في حاله المساله دي 24، تحول الازمول لملي ازمول تبقى 24000. كل ملي ازمول فاكر بيدي كام ضغط اسموزي؟ 19.3. يبقى تضرب 24000 في 19.3. يبقى لو طلب انك تحسب الاوزموتيك بريشر لازم الاول تحول الازمول الى ملي ازمول، الازمول 1000 ملي ازمول. يعني المساله دي كده ده بالمولز بتدي ازمول، لا احنا الحساب بالملي ازمول، تضربها في 1000 ثم كل ملي ازمول بيدي 19.3. فدي اكشوالي هي مساله، بس هي اربع مسائل في بعض. طيب السؤال الثالث، secondary active transport of glucose stops if the primary active transport of sodium is stopped. يبقى إذا وقفت البرايمري هيوقف السكندري، صح. نيد سيم بورت كارير، اللي بيشيل مادتين في اتجاه واحد يبقى يسموه سيم، سيم يعني اتصال، سيم بورت كارير، يبقى دي صح، نشيل جلوكوز وصوديوم. اوكيرز اجينست كونسنتريشن جريدينت، يبقى دي برضو صح، وعليه اللي صح all of the above، دي فور دادي. السؤال الرابع، ريجاردينج فيزيكولار ترانسبورت all are correct except. بروتين هرمونز يعني لارج موليكيول ار سيكريتد من الخلية بتاعتهم بعملية اسمها اكزوسايتوزيس، اجابة صحيحة. فاجوسايتوزيس اوكيرز باي اول بادي سيلز، غلط، فقط في الفاجوسيتيك سيلز، مثال كرات الدم البيضاء. اتس ان اكتيف بروسيس، يبقى دي صح. ان بينوسايتوزيس The substance is not seen by the microscope. صح. هو خد بالك في السؤال هنا قال لك اختار الـ incorrect. يبقى الـ incorrect هي B. الفاجوسيتوزيس لا يحدث في كل البادي سيلز. لكن البروتين هرمون بتطلع بالإكسيتوز صح. Active process صح. في البينوسيتوز ما بنشوفش المادة صح. Regarding intracellular communication. الكيميكال ماسنجر. هنا اختار الإجابة الصحيحة. has only cell membrane receptors، قلنا لا، الريسبتور ممكن تبقى في السيل ممبرين او في السيتوبلازم او في النيوكليس. لو زاد الكونسنتريشن بتاع الكيميكال ماسنجر هيزيد عدد الريسبتور، بالعكس ربنا عشان يصلحها سبحان الله خلى لما الكيميكال ماسنجر الليجند يزيد يقل الريسبتور اللي هو الداون ريجوليشن، فدي غلط. مي اكتيف هي سايكليك ام بي، طبعا دي صح، دي الاجابه الصحيحه. زي ما شفنا النور ادرينالين والادرينالين على البيت على البيتا ريسبتور بيشتغلوا بالسايكليك ام بي، البيتا بالسايكليك ام بي، فدي اجابه صح. It cannot affect the cell which secretes it، غلط، ما في حاجه اسمها اوتو كراين، ان ممكن الماده ترجع تاثر على الخليه اللي بتعملها، وعليه الاجابه الصحيحه سي. يبقى الاجابات 1 سي فور كات، 2 و3 دي فور دادي، 4 بي فور بيبي، 5 سي فور كات. ده امتحان تقيل شويه، يعني مش هيجي الامتحان بالصعوبه دي، بس بعودكم قبل ما تتعود على الجامد تبقى كويس. وانا برضو بستغرب ان في بطلب من الزملاء الامتحان مالتيبل تشويس، يبقى يا جماعه مفروض كل محاضره تبتدي زي ما بنعمل هنا 10 مينتس نراجع مع الطلبه مالتيبل تشويس اوفر ذا هيب بروجيكتور. ليه ما بيعملوش كده؟ لسبب اتحرج عن ذكره، وخليني اقولها بطريقه مهذبه، لا يعلمه إلا الله وحده. طيب نتوقع أن نبتدئ المحاضرة الثالثة والأخيرة في الانترودكشن.
فعندي الموضوعات to be discussed هي كالآتي. في عندنا أول موضوع اللي هو الـ functions of protein في السيل ممبرين، وظائف البروتين في السيل ممبرين. ما قلنا هو ده الجزء الأكتف في السيل ممبرين أو في أي خلية. الجزء الأكتف مش كربوهيدرات والليبيد، هو السيل ممبرين. في السيل ممبرين هو البروتين. أسف أنا بس الأول عاوز أقول حاجة مهمة، إن في بعض الجامعات وضمنهم جامعة القاهرة مفيش سؤال نظري بالطريقة دي، إنما في جامعات أخرى في هذا السؤال وإحنا بنحاول نغطي كله. فالفانكشنز بروتين في سيل ممبرين، في جامعات أخرى بيجي سؤال نظري. طب هتقولي طب لو أنا طالب في جامعة القاهرة أو في جامعة ما بتاخدش السؤال ده العنوان ده يفيدني في إيه؟ يفيدك في المالتيبل تشويس، وهركز لك على النقاط اللي فيها MCQ. يعني هقول السؤال مرتين، مرة كسؤال نظري زي الجاوب. وعلى فكرة ده لا يمنع انه في جامعة القاهرة يجيبوها كتجميع، انما غالبا ما بيحصلش لانه ما عندهمش العنوان ده functions protein في cell membrane. لكن في جامعات اخرى عندهم العنوان ده، يبقى سؤال نظري. طب لو انا في جامعة القاهرة لا، يفيدني في multiple choice. الاول في 10 وظائف للبروتين في cell membrane. وكطريقتي بحب اقول لك المنتال سيت هنقسمهم إلى 4 مجموعات، مجموعة فيها 1، مجموعة فيها وظيفتين، مجموعة فيها 3 وظائف، مجموعة فيها 4، المجموعة 10. أظن سهلة جدا. أول حاجة وظيفة للبروتين في السيل ممبرين إن هو structure protein، داخل في تركيب السيل ممبرين. هذه وظيفة لوحدها، دي الواحد. البروتينز بتمثل حوالي 55% من السيل ممبرين، يبقى المجموعة دي فيها وظيفة واحدة. نيجي الانتجرال بروتين، هنا ده مهم قوي قوي قوي، حتى لو ما عنديش ده سؤال تحريري بيجي في المالتيبل تشويس. الناس بتوع جامعه القاهره وماشيه بقى اللي ما عندهمش يخلوا بالهم معايا كويس قوي في الحته دي، مليانه اسئله مالتيبل تشويس. الانتجرال بروتين اللي هو بياخد الهول ثيكنس اوف ذا ممبرين، ده هيشتغل يا تشانلز يا كارير. والكارير في احتمالين، في كارير في الفاسيليتيت ديفيوجن، وفي كارير في الاكتف ترانسبورت. كل واحده منهم سؤال MCQ رهيب لست بعرف كويس قوي. تدي التشانلز، يبقى الانتجرال بروتين اللي هي المجموعه قلنا الثانيه فيها 3 حاجات. ممكن التشانلز دي تبقى نان جيتد، ملهاش جيت خالص، زي مين خدناها في النير، زي الانوردز ريكتيفاينج بوتاسيوم تشانل. لكن ممكن تبقى جيتد، ليها بوابات. وكيف تفتح البوابات المنصدة؟ قلنا بطريقتين، يا بالكهرباء فولتج جيتد، او بكيميكال ميسنجر بليجند يمسك في ريسبتور فيتفتح التشانل، سموها ليجند جيتد. يبقى فولتج جيتد او ليجند جيتد. طيب والمفتاح الفسيولوجي كمان حياة، ممكن يبقى من يفتح الباب من بره اكسترنال ليجند، وممكن مفتاح تحطه في ريسبتور من جوه انترنال ليجند، صلحوها. دي يبقى دي الانتجرال بروتين ممكن يشتغل كتشانلز، وادي شرحها. طيب نيجي بقى السؤال اللي جاي، ده صعب بقى وتخلي بالك معاه كويس قوي. قلنا ان الفاسيليتيت الديفيوجن بيفرق عن السيمبل ديفيوجن، وجبناها سؤال انه في كارير، بدليل بيسموه كارير ميدييتد ديفيوجن، وان الكارير ده لازم يبقى بروتين. 3 معلومات تاخد بالك منهم كويس قوي. الكارير بتاع الفاسيليتيتد ديفيوجن، الفاسيليتيتد ديفيوجن بيحدث ويذ جريدينت، لانه ديفيوجن يبقى مع التدرج. اهو الجلوكوز متشال على كارير، لانه مع التدرج دي هتديني المعلومه الثانيه، يبقى مش عاوز طاقه، يبقى نو ادينوجين ترايفوسفيت. وعليه هذا الكارير بروتين، ادام مش عاوز طاقه من الاي تي بي، ما عندوش اي تي بيز اكتيفيتي. ليه كسر الاي تي بي؟ هو اساسا مش عاوز طاقه. يبقى المعلومه الاولى جابت التانية جابت التالتة. الفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هو بيسموه كارير ميدييتد ديفيوجن، افهم يحتاج الى كارير بروتين، لكن هذا الكارير لكن لا يحتاج الى طاقة. ليه؟ 3 جمل في الام اس كيو مهمين جدا، لان اي ديفيوجن ويذ جريدينت مع التدرج، وعليه الجملة التانية يبقى مش عاوز طاقة من عالي الواطي، مش عاوز طاقة، نو اي تي بي.
وعليه هذا الكارير بروتين ما عندوش اتيبيز اكتيفيتي. تعال بقى ثالث وظيفه للانتجرال بروتين، ما المجموعه دي فيها ثلاثه شانل، كارير بتاع الفاسيتيت ديفيوجن، كارير بتاع الاكتيف ترانسبورت. هنا هتعملها لك مقارنه جميله، تابع معايا كويس قوي. الاكتيف ترانسبورت بيبقى اجينس جريديان من واطي العالي وعليه محتاج اي تي بي، شوف الاولاني دي تجيب دي، وعليه لازم الكارير بروتين يقدر يكسر الاي تي بي عشان يطلع منها الطاقه، يبقى لازم يبقى عنده اي تي بيز اكتيفيتي. ده سؤال شافه مهم جدا، ايه الفرق بين فاسيليتيت الديفيوجن اوف جلوكوز واكتيف ترانسبورت اوف جلوكوز؟ ادي اجابه السؤال، ثلاث فروق. الفاسيليتيت ديفيوجن جلوكوز ويذ جريديانت، وعليه مفيش اي تي بي، وعليه نو اي تي بيز اكتيفيتي للكارير. انما الاكتيف ترانسبورت نفس الماده اللي هو جلوكوز، ساعات الجلوكوز ينتقل فروم لور تو هاير اجينس جريديانت، وعليه محتاجين اي تي بي، وعليه الكارير بروتين لازم يبقى عنده اي تي بيز. الكارير بروتين بتاع الاكتيف ترانسبورت ثلاث انواع، ده دي اسئله ام اس كيو. لو جاب لك يوني بورت بينقل ماده واحده في اتجاه واحد زي الكالسيوم بامب، سيم يعني متصل ينقل مادتين في اتجاه واحد زي جلوكوز والصوديوم في اتجاه واحد، القاطره وعربات القطار. انتي بورت ينقل مادتين في اتجاهين متضادين، وده اشهر واحد اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب، الصوديوم لخارج الخليه والبوتاسيوم لداخل الخليه. يبقى المجموعه دي اللي هي الانتجرال بروتين. يعني ايه انتجرال بروتين؟ يعني بروتين واخد الهول ثيكنس اوف ذا سيل. اللي ما عليهمش السؤال النظري كما جامعه القاهره لازم يعرف الكلام ده. الام اس كيو في ثلاث وظائف يشتغل جيت شانل، يا كارير فور فاسيليتيت ديفيوجن، يا كارير فور اكتيف ترانسبورت. نيجي المجموعه اللي بعد كده بريفرال بروتينز اللي هي موجوده في ناحيه واحده مش واخده الهول ثيكنس. في اربع انواع هنا. لو لبره زي الريسبتورز اهو هعمل لك عليها نقطه حمراء، يعني يجي ام اس كيو. النقاط الحمراء للناس اللي ما لهمش النظر دي مواضع ام اس كيو. الريسبتور لوحده ان اكتف قلناها، اللايجند لوحده ان اكتف، الريسبتور لايجند كومبلكس هو اللي اكتف. ده سؤال ام اس كيو. طب السؤال الثاني جبناه النهارده، النمبر والسنسيتيفيتي اوف ريسبتورز، عدد وحساسيه الريسبتور تتناسب عكسيا inversely proportional to the ligand concentration. حتى انا جبتها لك غلط، يعني لو زاد الليجند يقل عدد وحساسيه الريسبتور، ودي من روائع الخلق والخالق عشان ما يحصلش زياده في الوظيفه. لو الماده كبيره اللي بتشغل زادت عشان ما يحصلش في الخليه هايبر فانكشن، عدد الريسبتور والحساسيه تقل، نسميها داون ريجوليشن. لو قلت الليجند عدد الريسبتور الحساسية تزيد فنسميها up regulation. يبقى لو البريفرال بروتين اللي بره هيشتغل كريسبتور، طيب لو اللي جوه هيشتغل كانزيم، انزيم بتشتغل جوه الخلية. طب حاجة جديدة بقى، طب لما يمسك الليجن في الريسبتور ازاي هيأثر على الانزيم؟ مين يوصل ده بعيد عن ده؟ ازاي الريسبتور هيأثر في الانزيم؟ الريسبتور على الاوتر بوردر والانزيم على الانر بوردر، في ما بينهم وسيط اسمه جي بروتين، ريجولاتوري بروتين، بيكونكت الريسبتور تو انزيم. طب ليه قالوا عليه ريجولاتوري بروتين؟ لان في نوعين من الجي بروتين، في ستيميلاتوري جي اس بروتين يشغل انزيم، وفي جي اي انهيبيتوري بروتين يوقف الانزيم. طب ليه سموه جي بروتين؟ دي هناخدها باذن الله في الاندوكراين، مش عليك السنه دي، انما في عجاله، لان هذا البروتين متصل بجوانيزين، جوانيزين داي اور ترايفوسفيت، عشان كده سموه جي بروتين. طب رابع بريفرال بروتين اللي هو قلنا البادج اللي بيبقى محطوط على السيل من بره عشان الاميون سيستم يعرف الخليه دي سيلف تبعنا ما نضربهاش ولا نون سيلف نضربها، اللي هو ايدنتيتي بروتين. عارف الاي دي؟ تعرف عليك ايدنتيتي بروتين، وده بيبقى مصنوع مش من بروتين بس، من جلايكوبروتين، بيهلب الاميون سيستم تو ريكوجنايز السيلف من النون سيلف. يبقى المجموعه دي كان فيها كام؟ 4 مع شقه مثل عشق النظام، يبقى اول مجموعه كان فيها 1.
يعني مجموعة فيها ثلاثة رتبهم بأي ترتيب أربعة عشان تفتكرهم إزاي العشرة. المذاكرة فن، التحصيل فن آخر. نيجي آخر مجموعة بقى اللي هي connection and adhesion proteins، دي فيها اثنين connection والadhesion protein. نمسك connection، في نوعين من connection، في binding junctions دي هتاخدها في الهيستولوجي، معلومات حلوة في الهيستولوجي، من اسمها binding يعني bind cells together، ودي فيها نوعان. انا كده بتكلم هيستولوجي يا شباب، وللناس اللي عندهم السؤال النظري ده مش MSQ لجامعة القاهرة ومن يمثلها اللي ما عندهمش السؤال ده، يمكن يجي لك MSQ في الهيستولوجي. في tight junction بيبقى جدار الخلية ألف وجدار الخلية ب جدار ألف وجدار ب بقى حصل لهم فيوجن، يعني اندمج في جدار واحد، مش كده يسموه tight junction. tight يعني قوي جدا، الجدارين أصبحوا جدار واحد، يعني اتصال وثيق جدا. في حاجة اسمها ديسموزومز، معرفش الهيستولوجي بيقول لكم الترمينولوجي ولا لا، زوم يعني جسم وديسمو يعني بايندينج، الأجسام الرابطة ديسموزومز. هنا بيبقى الجدارين جدار الخلية ألف وجدار الخلية ب كل واحد محتفظ بجداره لكن مربوطين ببعض بخيوط بفايبرلز، يبقى مين أقوى؟ التايت جانكشن، لأن في التايت جانكشن الجدار بتاع ألف والجدار بتاع ب أصبحوا جدار واحد، إنما في الديسموزومز كل واحد عندها جدارها بس مربوطين بفايبرز. الأهم لينا احنا بقى للناس اللي ما عندهاش ده نظري، الجاب جانكشن قلناها اللي هي وريتها لكم في المحاضرة السابقة، اللي هي هيكساجونال بروتين بيسمح بمرور حاجتين، الأينز والكهرباء. ما هو طبعا الأينز يبقى معاها كهرباء من خلية إلى أخرى، ده الجاب جانكشن أو تشانل. فاضل حاجة تاني اسمها أدهيجن موليكيولز، دي أدهيجن يعني التصاق، بتربط الخلايا في حاجتين، في البيزمنت ممبرين وفي الخليه اللي جنبها، يبقى في البازيلر لامينا الصفيحه اللي عند القاعده وتو ايتش اذر. طبعا امبورتنت فين بقى؟ في الامبريو، برضه ده كلام هيستولوجي مش هيجي في الام اس كيو. امبورتنت في الامبريولوجي، في الامبريو ليه؟ عشان تخيل الامبريو يبتدي من خليه واحده ثم تنقسم وتعاود الانقسام وتعاود الانقسام، بس لازم يبقوا متصلين عشان يعملوا جسد واحد، مش تنتهي بخلايا متفرقة. وفي الوند هيلينج لازم لما نكون نسيج جديد، أنا مش هكون خلايا متفرقة، لازم نمسكوا ببعض عشان يلموا الجرح، يبقى الوند هيلينج. للناس اللي عندهم ده سؤال نظري ويصلوا، على فكرة في بعض المرات جابوه برغم انه ما كانش بيتجمع في جامعة القاهرة، discuss functions of protein في cell membrane 10، وهذه هي أسهل طريقة لتذكرهم. وما عشقت مثل عشق النظام، 1 2 3 4، أربع مجموعات، مجموعة فيها حاجة واحدة اللي هي structure protein أول حاجة، مجموعة فيها ثلاثة integral protein يا carrier يا channels يا carrier for facilitated diffusion يا carrier for active transport. والمجموعة دي مهمة جدا في الMSQ اللي ما عندهمش سؤال، مهمة جدا جدا، فيها أسئلة نار اهي، وقايل لك كل حاجه اللي هقوله لك هتلاقيه بالظبط زي ما هو. المجموعه الثالثه فيها اربعه البريفرال بروتينز، لبره ريسبتور، لجوه انزيم. طب مين يوصلهم لما الليجند يمسك في ريسبتور؟ ازاي اسرع انزيم؟ بريجولاتوري بروتين اسمه جي بروتين، لانه متصل بالجوانيزين داي او جوانيزين ترايفوسفيت. ليه قالوا ريجولاتوري؟ انه ممكن يستميت الانزيم لو كان جي اس يبقى استيميلاتوري، وممكن انهيبت لو كان جي اي، اول حرف في الانهيبيشن اي. وبعدين ايدنتيتي بروتين، هنا مش بروتين لوحده، مضاف اليه كربوهيدرات جلايكوبروتين اللي هو الباج اللي لابساه الخليه على السيل ممبرين عشان يعرف الاميون سيستم هل ده سيلف ولا نون سيلف. ثم اخر وظيفه هيستولوجيه اكثر ما يهمناش فيها احنا غير الجاب جانكشن، يا كونكشن يا اديجن. الكونكشن يا بايندينج جانكشنز قوي جدا، تاي جانكشن الجداران أصبح جدار واحد، خلاص الجداران أصبح جدار واحد، جدار واحد. أو ديسموزومز كل جدار ما زال زي ما هو بس متصل بفايبرز، ده هيستولوجي مش هيجي عندنا في فيسيولوجي. جاب جانكشن بتيجي إن نوع البروتين بيبقى شكله سداسي هيكساجونال وبيمرر حاجتين أينز أو أكشن تنشن، لازم الخليتين يبقوا متجاورتين زي القاهرة والجيزة، كوبري بريدج يعني.
وبعدين ادهيجن موليكيول بتلزق الخليه في البيزمنت ميمبرين اللي هو البازر لامينا او في الخلايا اللي جنبها ومهمه في الامبريو وفي الهيلي. ده للناس اللي سؤال تحريري عرفوا ازاي جاوبوه بصوره مثلى. لو في حاجه فوق الفول مارك هيدوها لك اهي. زي ما بقول التحصيل فن. ادي فكره التحصيل. اربع مجموعات، مجموعه فيها واحد، مجموعه فيها اثنين، مجموعه فيها ثلاثه، مجموعه فيها اربعه. طب لو انا ما عنديش ده كسؤال نظري، لا ستيل عندك. تعرف معلومات الانتجرال بروتين تماما، الشانلز والكارير في فاسيليتيت الديفيوجن والكارير بتاع الاكتف ترانسبورت. يبقى الفاسيليتيت الديفيوجن والاكتف ترانسبورت الاثنين فيهم كارير. بس سؤال نار هنا، ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق بين فاسيليتيت الديفيوجن اوف جلوكوز واكتف ترانسبورت اوف جلوكوز؟ الاثنين الجلوكوز بتشال على كارير، بس في الفاسيليتيت ديفيوجن ناخدهم واحده توصل الثانيه توصل الثالثه مع عشقتي مثل عشقي الفهم. ان الديفيوجن ويذ جريدينت وعليه نو اي تي بي، وعليه الكارير ده ما عندوش اي تي بيز اكتيفيتي. انما الاكتيف ترانسبورت بالعكس بيبقى اجينست جريدينت وعليه محتاج اي تي بي، وعليه الكارير لازم يبقى عنده اي تي بيز اكتيفيتي. وفي كم نوع؟ يا اما يوني واحد في واحد، حتى كتبناها بطريقه جميله رياضيه، بيشيل ماده واحده في اتجاه واحد، سيم يعني متصل مادتين في اتجاه واحد. طب انتي بورت مادتين في اتجاهين زي الصوديوم بوتاسيوم بامب، ودي المثال الصوديوم الجلوكوز، ودي المثال الكالسيوم بامب. طيب البريفرال بروتين اللي هي المجموعه اللي فيها اربعه، عندك فيها سؤالين ام اس كيو لو انت ما عندكش نظر. الريسبتور لوحده ان اكتف، لما يتحد مع اللايجنت يبقى اكتف. طب تاني سؤال مهم جدا في الام اس كيو، عدد وحساسيه الريسبتور تتناسب عكسيا مع الليجند. وشيء رائع من التنظيم، لو الليجند زاد الريسبتور نمبر والسنسيتيفيتي قل، داون ريجوليشن. الليجند قل عدد الريسبتور وحساسيته تزيد، اب ريجوليشن. طيب الايدنتيتي بروتين سؤال ام اس كيو اهو، حاطط لك عليه نقط حمراء للناس اللي عليها ام اس كيو. ده جلايكوبروتين بيساعد الاميون سيستم تريكوجنايز سيلف من نون سيلف. في اخر مجموعه الجاب جانكشن، تبقى عارفه ان ده هكساجونال بيوصل خلايا الادجيسنت المتقاربه ويسمح بمرور حاجتين، الاينز وال كهرباء الاكشن بوتنشال. يبقى احنا كده ارضينا جميع الجامعات، الجامعات اللي فيها ده سؤال نظري، والجامعات اللي فيها ام اس كيو او هيجيبها لهم تجميعه بقى يشوف ذكاء الطالب. dont ever forget الفانكشنز بروتين في سيل ممبرين 10، 1 2 3 4، مجموعة فيها واحد، مجموعة فيها اثنين، مجموعة فيها ثلاثة، مجموعة فيها اربعة. ما عشق مثل عشقي للنظام. طيب صفحة ما قبل الاخيرة، هيموستيزيس خدناها بكده، ناخدها بتفصيل اكثر قليلا. هيموستيزيس قلنا هوم يعني مسكن، وستيزيس يعني تثبيت، تثبيت المسكن بعربياتنا. وقلنا المثال الطفولي، كما تعيش السمكة في الماء تعيش الخلايا في الاكسسوار فلويد. يعني بيت الخلايا الانترنال انفايرومنت بتاع الخلية، البيت الداخلي، البيئة الداخلية انترنال انفايرومنت هو الاكسسوار فلويد. فهوميوستيزيس الديفينيشن بيجي سؤال ام اس كيو، to keep the internal environment اللي هو مين؟ اللي هو الاكستراسيلر فلويد كونستانت. وقلنا لازم تثبتها في النقطه الامثل for optimum function of cells. في عربياتنا قلناها بطريقه جميله، تثبيت المسكن في الوضع الامثل، حلو حتى في تذكرها، تثبيت المسكن في الوضع الامثل. طب من هو المسكن؟ internal environment والاكستراسيلر فلويد، نثبته عند الاوبتيمم فانكشن سيلز. يعني اثبت الحراره عن 37، البي اتش عن 7.4، الاوزمولاليتي تفتح ودنك عشان ده سؤال ام اس كيو، عند 290 او 300، الاثنين تجاوبهم صح. فين اللي اترقى فيه؟ ملي اوزمول، مش اوزمول، ملي، ملي اوزمول. سؤال ثاني في الام اس كيو، النقطه الثانيه في الهوميوستيزيس، هل في سيستم معين بيقوم، جهاز معين بيقوم بعمليه الهوميوستيزيس؟ لا، موست سيستمز مينتين الهوميوستيزيس. النقطه الثالثه، ايه الامبورتنس اوف هوميوستيزيس؟ عايزين تعرف
essential for life. لو حرارتك وصلت 43 هتموت. لو البي اتش اتغير 4 من 10 زياده او 4 من 10 نقص، يعني هو 7 و4 من 10. Life is compatible، الحياه ممكنه within a very narrow range of pH changes. من 7 يعني 4 من 10 اقل ل 7 و8 من 10. الحياه ممكنه في حدود ضيقه من التغير في البي اتش. In English, life is compatible within a very narrow range of pH changes. يبقى ايه اهميه الهيموستاسيس؟ Essential for life, for living, for growing, for functions. It ensures, يعني بيضمن constant internal environment, physical and chemical. Despite, برغم ال changes الاكسترنال والانترنال. يعني بيضمن ثبات البيئة الداخلية برغم التغيرات الداخلية أو الخارجية. حرارة الجو بتتغير، الأكل اللي بناخده بيتغير، الأيونات اللي بناخدها بتتغير، ولكن بأي تغير لا يؤثر على المسكن بتاع الخلية عشان تقدر تزاول نشاطها. طيب النقطة الرابعة، it includes two changes. هو بيعتمد على التبادل، تبادل الانتراسيلر فلويد مع الانترستيشال فلويد، وتبادل الانترستيشال فلويد مع البلازما بتاعه البلاد. يبقى بيعتمد على تو تشينجز، على تبادلين، الانترا مع الانترستيشال فلويد والانترستيشال مع البلازما. ما تنساش مين هو الاكسترا، الاكسترا هو الاثنين دول مع بعض، يعني البلازما مع الانترستيشال فلويد يسموه اكسترا سيلر. عشان تفهم ليه انا اخترت تعبير الانترستيشال فلويد، الانترستيشال فلويد ما بين خلايا الجسم، البلازما بين خلايا الدم، الاثنين مع بعض يسموهم اكستراسيلولر. فهنا قلت تبادل الانتراسيلولر فلويد مع الفلويد اللي حوالين خلايا الجسم، يبقى ده ما نقولش اكستراسيلولر، التعبير الاصح انترستيشال فلويد، والانترستيشال فلويد مع البلازما. النقطه الخامسه، اديني اكزامبلز. constant temperature، عشان الحراره تقعد ثابته لازم الطاقه الناتجه تساوي الطاقه المفقوده. اظن بعربياتنا فهمتها، الهيت برودكشن ايكوالز الهيت لوس. طب عشان البي اتش يقعد ثابت، كنت شرحت المثال ده قبل كده يا شباب، لتثبيت البي اتش في ثلاث حاجات قلت لك، الجسم لا ينتج غير احماض، جسمك الميتابوليزم لا ينتج غير احماض، فاول عمليه البفر يعادل الاحماض، وده بيشتغل within fraction of a seconds، في جزء من الثانية، ده أسرع حاجة. بس في عيب، إن هو ما بيحول الحمض القوي لحمض ضعيف، يعني ما بيقضيش قضاء مبرما على الأحماض، بيحول strong acid لweak acid، أدي البفر. فبدل ما التغير يبقى رهيب يعزل strong acid، هيبقى تغير صغير بسبب weak acid، ولكن برضو غير مقبول، احنا مش عايزين أي تغير. طيب فهنا لازم نتخلص من هذا الحمض حتى الضعيف. الأحماض علمتها لك نوعان، الموضوع ده معاد قلته قبل كده، الأحماض نوعان، لو فولاتايل زي الكربونيك أسيد. ليه بيقولوا عليه فولاتايل؟ لأن الكربونيك أسيد بيتحلل بالكربونيك أنهيدريز لسي او 2 ماي، يبقى هو فولاتايل سي او 2، يبقى مين يتخلص من السي او 2؟ اللانك. يبقى أي فولاتايل اسيد تتخلص منه اللانج، ودي بتشتغل within minutes، يعني البفر ما قلتش seconds، انا عندي دقة جدا في الكلام، fraction of a second. اللانجز within minutes to hours، minutes اكتر. الكيدنز hours to days، دي بتاكسكريت الفيكسد اسيدز. يبقى أنا عندي نوعين بالأحماض، لو فولاتايل اللانج تتخلص منه، أشهر مثال كربونيك أسيد، فيكسيد أسيد زي فوسفوريك أسيد زي سلفوريك أسيد، مش في عندنا سلفر كونتيننج أمينو أسيد، فوسفورس كونتيننج أمينو أسيد، فوسفوليبيد، ما دي كلها بتطلع فوسفوريك يتخلص منها الكدني. يبقى عندك مثالين أهم حلوين قوي. يبقى البي اتش مين اللي بيظبطه؟ البافرز، يحول السترونج أسيد لويك أسيد في فراكشن وسكند. نبص للأسيد ده، إذا هو فولاتايل تتخلص منه اللانجز، إذا هو فيكسد تتخلص منه الكيدني. دي في دقائق لساعات، دقائق أساسا، ودي hours to days.
طيب نقطة السادسة والأخيرة الميكانيزمز. مين بيعمل ده؟ في عندي two control systems detect and response to changes، يعني يتلقفوا التغير ويرسبوند يستجيبوا ليه. يا اندوكراينال بيشتغل بالهرمونز ودي سلو، يا نيرفس بيشتغل بالنيرف امبلس ودي رابيد، سرعة الإشارة العصبية قلنا فايبر سي واحد فايبر بي 10 متر في الثانية، ايه بتصل ل 100 متر في الثانية. يبقى في تو كنترول سيستم، اندوكراينال بيشتغل بالهرمون سلو ده سؤال ام اس كيو، والنيرفس بالنيرف امبلس يشتغل رابيد. سؤال الجميل، هو ليه الخالق سبحان الله عمل تو كنترول سيستم؟ يعني ساعات الواحد يقول تعلمنا في منطق الحياة المركب اللي ليها رئيسين تغرق، فازاي ربنا عمل رئيسين اندوكراينال سيستم سلو ونيرفس سيستم رابيد؟ لان هما مش يعني ليسوا بنقيدين انما هما متكاملين. ديك مثال حلو قوي في الحياة، مثال واحد بس هو خفيف قوي، حضرتك بعد ما هتسمع هتروح تتناول الفطار او العشاء او الغداء حسب موقعك في العالم، حطيت الاكل ببقك والاكل نزل المعدة، يعني في 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 جزء في في ثواني معدودات او جزء من الثانية اذا كنت بتزلط الاكل دخل المعدة، يبقى لازم العصارة المعدية تطلع بسرعة لان الاكل ما خدش وقت في الانتقال من الفم الى المعدة، يبقى لازم يطلع نيرفس. بس الاكل هيقعد في المعدة لساعات عشان يتم تعقيمه، لو في ميكروبات بالـ HCL بالهيدروكلوريك اسيد يتم طحنه، يتم هضم البروتينات اللي فيه بالبيبسين، هيقعد ساعات. يبقى مين يكمل؟ الاندوكراينا الهرمونز. يبقى فهمت ليه ربنا عمل نيرفس واندوكراينا، واحد يبتدي اللي هو الفاست اللي هو السريع اللي هو النيرفس الرابيد، واحد يكمل اللي هو البطيء اللي هو الاندوكراينا. This is why فهما بيتكامل مش بيتناقض. This is why we have to control systems. وديت لك مثال جميل اهو. عاوز مثال اخر؟ في عجالة اقول لك اتعرضت الجو برد جدا، الاول شيفرينج نيرفس، لكن مش هقدر تعيش لساعات، يطلع هرمونات تزود الميتابوليزم تزود الهيب برودكشن، واشهر هرمون بيزود الميتابوليزم والهيب برودكشن في جسمك اللي هو هرمون الثيروكسين بتاع الغدة الدرقية، لدرجة كنت في محاضرة الثيروكسين بقول الأغنية الهابطة بتاعت أعتقد حسن الأسمر، الثيروكسين بيقول ولعها ولع شعللها شعلل، ده أكتر هرمون يزود ميتابوليزم في كل جسم، بيؤدي إلى تكوين أكتر من 100 إنزيمز في جسمك، بيزود الأكشن كونسومشن في كل خلايا الجسم. يبقى لما تعرض لبرد الأول ارتعش بنيرف إمبلس، الأعصاب تبعت نيرف إمبلس خلال ارتعش شيفرينج رعش، وبعدين اكمل باندوكراين. This why we have to complete to control system. يبقى دي الاجابه النموذجيه لسؤال نظري غالبا ما بيجيش لك، عشان كده كلمك نظري بس. لو جالك ادي الستة نقاط اللي هتجاوبوا فيه، لو عاوز تقولها تاني تبقى تسمعها مره اخرى الفيديو. الديفينيشن هقولها في عجاله جدا، تثبيت المسكن في الوضع الامثل. النقطه الثانيه، هل في سيستم معين اللي بيعمل هوميوستاسيس؟ لا، موست سيستم. النقطة الثالثة طبعا essential for life. النقطة الرابعة بيعتمد على two changes، change ما بين الانترا والانترستيشال فلويد وما بين الانترستيشال فلويد والبلازما. النقطة الخامسة تديني example، خدنا two example، حرارة تخلي الطاقة النابجة تساوي الطاقة المفقودة في الحرارة تقعد ثابتة. الاكزامبل الأصعب الـ pH، جسمك الميتابوليزم لا ينتج إلا حمار بس، ينتج الا احماض. الاول تبافر في فراكشن وسكن غير مسموح بتغير لاي جزء من الثانيه، بس ده حول المصيبه الكبيره لمصيبه اصغر، السترونج اسيد الويك اسيد ما تخلصش منه. الجسم يبص لو فولاتايل اللنج تتخلص منه، اشهر مثال كربونيك اسيد، فيكسد زي الفوسفوريك والسلفوريك تتخلص منه الكيدني. يبقى واضح هنا ان في اكتر من سيستم بيشاركوا، موست سيستمز. طب الميكانيزم، we have two control system، ده سؤال MSQ.
تبتدي بالنيرفس لانه سريع لو تتفاهم غير بقيه زملائك، ثم تثني بالاندوكراينر لانه بيبقى بطيء عن طريق هرمون. طيب انا عارف ان قلتها قبل كده لكن برضو عشان خاطر نراجع بسرعه، تعالى ناخد النيرفس. في عندي نقطه لطيفه قوي قلناها قبل كده، الصفحه دي انت شفتها معايا قبل كده. ايه مين النيرفس؟ مين الاستراكشر يونت؟ ده بيجي سؤال. النيرون. بينما مين الفانكشنال يونت؟ الريفلكس ار، قوس الانعكاس. وفي عجاله قلنا النيرون بيتكون من دندرايتس وسوما، جسم الخليه، واكسون. ايه الفرق بين الدندرايتس والاكسون؟ اللي بيجيب الاشاره العصبيه ناحيه الخليه تور ذا سيل بودي، تور ذا سوما، يسموه دندرايت. اللي بياخد الاشاره العصبيه اواي بعيد عن السيل بودي نسميه اكسونز. طب الاكسونز، بعض الاكسونز عندها يوجد غلافان مايلين شيث، ده في بعض الاعصاب اللي هو ايه اللي هي ثيك مايلينيتد اللي هي السوماتيك، وبي اللي هي ثين مايلينيتد اللي هي البري جانجليونيك اوتونوميك. دول مايلينيتد. المايلين شيث ده فات انسوليتور تو اينز، عازل، مفيش كهرباء عند الحته اللي فيها المايلين شيث، فورشيت لانف انه انتربتد عند النودز اوف رامفير. فين السؤال المهم هنا؟ مين حط المايلين شيث؟ شوانز سيلز بتلف حوالين الاكسل تحط المايلين شيث، شوانز سيلز. وعلي اتوقع ان الامايلينيتد اللي ما فيش مايلين شيث اللي هي السي فايبر اللي هي البوست جانجليونيك اوتونوميك اللي هي ابطا واحده 1 متر في الثانيه ما عندهاش شوانز سيلز. اجابه خطا. سؤال تملي غلطوكوا فيه. عندها شوانز سيلز بس الشوانز سيلز بتاعتها انكتيف. مين اكتر؟ طيب تاني غلاف، يبقى احنا عندنا اعصاب سريعه اللي هي المايلينيتد الاي والبي، هنا 100 متر في الثانيه، هنا 10 متر في الثانيه، واعصاب بطيئه اللي هي السي اللي هي سرعه متر في الثانيه، بسبب مين؟ المايلين شيث. يبقى المايلين شيث عرفت لي عنه كلمتين في الام اس كيو، انه ده مسؤول عن الفيلوسيتي اوف كوندكشن، وان اللي بيعمله شوان سيلز. طب وفين النقطه الاهم؟ ان المايلينيتد عندها كمان شوان سيلز. الغلاف الثاني موجود في كل الاعصاب مش في A وB بس، في الـ A والB والC، مش رسمه انا، اسمه نيورولمال شيث او شوانز سيلز او شوانز شيث، عشان تعرف بقى في كل الاعصاب فيها شوانز. ده وظيفته ايه بقى؟ ان لما العصب يتقطع يساعده في اعاده التكوين، important for regeneration. ولان اي عصب يتقطع عاوزه ريجنريت، فربنا خلى النيورولمال شيث اللي هو الشوانز شيث في كل الاعصاب. عشان كده حتى قلنا ان الشوانز سيلز موجوده في كل الاعصاب لانها بتشكل النيورولمال شيث. لو لفت هتعمل بالاضافه على النيورولمال شيث مايلين شيث، لو قاعده ان اكتف هيبقى العصب امايلينيتد. طيب نيجي بقى الفانكشن يونت. مين الفانكشن يونت؟ اللي هي ريفلكس ار. قلت لما تشكني في ايدي بسحب ايدي، هذا فعل منعكس ريفلكس اكشن. عشان يحصل لازم يبقى عندي ريفلكس ارك سليم، لابد من سلامة الريفلكس ارك. يبقى عشان يحصل لازم يبقى في سلامة في الريفلكس ارك. طيب هذا الريفلكس ارك يا شباب بيتكون من 5 اجزاء، تعال نشوف اللي هو الفانكشنال يونت. ده سؤال ام اس كيو. يبقى مين الاستراكشر يونت؟ النيورون. مين الفانكشنال يونت؟ ريفلكس ارك، اللي هي بتتكون من 5 اجزاء. تعال نمشيهم بالليزر مع بعض. ريسبتور يبعت عن طريق افرنت، وارد، سنتر، افرنت، وبعدين افكتور اورجان نمبر 5 اللي هو حاجه من 2، ما ينفعش يبقى 3، يا ماسل يا جلاند، يا مصل يا جلاند الافكتور اورجان. يبقى تاني مين الاستراكشر يونت؟ نيرون، وقلنا كل اسئلته. مين الفانكشنال يونت؟ ده سؤال. ريفلكس ارك يتكون من كام جزء؟ 5. لو في جزء واحد بس بايظ ما يحصلش ريفلكس اكشن. يعني حدوث الفعل المنعكس يعتمد، بتفهم عربي، على سلامه الاجزاء الخمسه لقوس الانعكاس كده، عشان ده المذر تانج بتاعنا.
يبقى reflex action depends on the integrity of the five components of reflex arc. اللي ما بيفهمش عربي يبقى reflex action حدوثه depends على ال integrity يعني سلامة ال five components of the reflex arc اللي هي receptor, afferent, center, efferent and effector organs. هنا بقى في سؤال مهم جدا خد بالك معايا. لو التقى الافرن مباشرة بالإيفرنت يبقى في مكان التقاء واحد, مكان التقاء بنسميه ساينابس. في ناس كده متعرفش يعني ايه ساينابس. سين يعني اتصال, خصوصا اللي بيسمعوني اول مرة. يبقى لو التقى الافرن بالإيفرن مباشرة يبقى يسموه مونو ساينابتك ريفلكس. مونو ساينابتك ريفلكس. هنا في المونو مفيش انتر نيرون, نو انتر نيرون, ومفيش غير مثال واحد عندنا لهذا ريفلكس اللي هو الاسترتش ريفلكس, ان العضله لما تتشد تستنقبض. هذا ريفلكس لازم يبقى فائق السرعه. اقصلي من فضلك دلوقتي انا كده عشان اقعد ثابت, خصوصا وانا بجري بقى وانا بنط لازم مركز الثقل يبقى العمود الساقط منه داخل الاريا في سبورت اللي هو ما بين رجليا. قواعد هندسيه ما حدش يسالك فيها, هما ما بيفكروش في دي. انما انت عشان تمثال يبقى ثابت, شخص يبقى ثابت, لازم مركز الثقل العمود الساقط داخل الاريا في سبورت اللي هي رجلين. ما خدش بالك ان الانسان ماشي على قاعده صغيره قوي اللي هي التو فيت. عشان تبقى ثابت لازم العمود الساقط مركز الثقل للفوت يبقى داخل الفوت, داخل التو فيت اللي هي الاريا في سبورت. طيب تعال نفكر, لو انا ملت كده وانا بجري يبقى العضلات دي حصل لها ايه؟ ستريتش, لازم تكون تراكت. طب لو ملت كده هقع, العضلات دي ستريتش لازم تكون تراك, يبقى لازم هذا ريفلكس يبقى, جاوب معايا, سريع ولا فائق السرعه؟ فائق السرعه. لو قلت سريع غلط. يبقى ما يصحش يبقى في اكتر من سينابس واحده, لان السينابس دي بتعطلنا انتقال اشاره عصبيه عبر السينابس فيها عطله, فده الريفلكس الوحيد اللي فيه وان سينابس اللي هو الستريتش ريفلكس. الباقيين كلهم, بقيه ريفلكس كلهم هم بالمئات, كلهم بولي سيناب, فيهم اكتر من سينابس. الريفلكس الوحيد اللي مستعجلين عليه اللي هو بيعتمد عليه اتزان الجسم ستريتش ريفلكس. العضله ما تبقى ستريتش تو كونتاكت, ستريتش كده دي دول ستريتش تو كونتاكت عشان تحافظ على مركز ثقل العمود الساقط داخل الاريا اوف سبورت اللي هي الاريا اوف ذا تو فيت. سريع فائق السرعه, يبقى مش عاوز عطله, يبقى مش عاوز سينابس واحده. سينابس واحده بين الافرنت والايفرنت. اما لو في ان شاء الله وان انتر نيرون اهي, وان انتر نيرون اهو اللي هو باللون الاصفر اهو, يبقى التقى هنا بالافرنت ادي سينابس, والتقى هنا بالافرنت ادي سينابس تاني. يبقى لو في وان انتر نيرون, وان اصبح في كام سينابس؟ اصبح تو سينابسز, انتر نيرون مع الافرنت ادي واحده, والانتر نيرون مع الافرنت ادي واحده, اصبح بولي سينابتك. يبقى مش عاوز عبط, لما يجيب لي ريفلكس مونو سينابتك يبقى في وان انتر نيرون غلط. المونو سينابتك مفيش خالص, مفيش خالص انتر نيرون المونو سينابتك, لانه لو في وان انتر نيرون وان هيبقى في سينابس ما بين الانتر نيرون والافرنت, وسينابس ما بين الانتر نيرون والافرنت, اصبح بولي سينابتك. شباب ده سؤال مهم فرجعناه. طيب يبقى الستراكشر يونت هو النيرون, الفانكشنال يونت هو ريفلكس ارك. قلنا الريفلكس اكشن يعتمد على سلامه ريفلكس ارك باجزائه الخمسه, ريسبتور, افرنت, سنتر, افرنت, افكتور اورجانز اللي هي حاجه باثنين, يا مصل يا جلال. فين السؤال المهم؟ ريفلكس اركس تو تايبس. لو التقى الافرن بالافرن مباشره يبقى مونو سينابتك. في الحاله دي نو انتر نيرون اهي, نو انتر نيرون, ومثال واحد بس في الجسم ورتولك ستريتش فليكس. لو في ما بينهم انتر نيرون يبقى سينابس بالافرن تو الانتر نيرون, وبالافرن اصبح بولي سينابتك بقيه ريفلكس. تمام. الصفحه الاخيره, وهذه الصفحة الأخيرة مكتوبة في جامعة القاهرة وجامعات أخرى في ثلاث سطور, يعني حاجة مش شفتهاش في حياتي الحقيقة, في حياتي لن أراها.
برضو عشان حتى لا أسيء إلى أحد، فهقول لماذا قصر الزميل في إيضاحها؟ أنا عارف، بس هقول لسبب لا يعلمه إلا الله. أنت هتعرف بعد لما هشرحها لك ليه هي لم تشرح. يعني اعتبرها دي الواجهة العامة. حاجة اسمها جيبس دونانت إكوليبريم. جيبس دونانت إكوليبريم مش صعبة، بس معرفش ليه كبنها بطريقة كده غريبة جدا في معظم الكتب في جامعاتنا المصرية. طيب أتمنى، يعني أنا عاوز بقى الزملاء يسمعوني في الحتة دي مش بس الطلبة، عشان يفهموها بالإيضاح الكافي عشان خاطر يعرفوا ما هي القصة. القصة بدأها اتنين، راجل أمريكاني اسمه ويلرز جيبس، ده بتاع فيزياء كان في جامعة ييل في أمريكا، واحد تاني بريتش اسمه فريدريك دونانز، ده الأهم، يعني البريطاني بتاع كيمياء اللي اسمه فريدريك دونانز هو ده الأهم في شرح هذه الظاهرة، وده خد 11 جائزة في حياته. هو اتولد سنة 1870 ومات 1956. أهم جائزة خدها كان في الدونانز إكوليبريم، وعشان كده حتى ساعات هي هما ليه بيسموها جيبس دونانز إكوليبريم، عشان اتنين عملوه، جيبس اللي هو الأمريكاني ودونان اللي هو البريطاني، إنما ساعات سموها دونان إكوليبريم بس لأن الأهم هو دونان الراجل البريطاني بتاع الكيمياء. كانت هذه فقرة المعلومات العامة اللي لازم نقولها هنا على فكرة، يعني ما ينفعش نفوتها، هناك بيفوتوها لأسباب لا يعلمها إلا الله. خلينا نقولها كده بطريقة أهذب شوية. طيب فكرة كالآتي يا شباب، إنه لو في سيمي بيرميابل ميمبرين اللي هو زي جدار البلاد فيسل هنا، اللي جوه ده البلاد واللي بره ده الاكسسير فلويد اللي حوالين البلاد او الانترستيشن لو عاوز يبقى اكثر دقه، وفي تو اينز، اين ما يقدرش يعدي الممبرين اللي هو في حالتنا البلازما بروتينز، واين يقدر يعدي الممبرين اللي هو في حالتنا الصوديوم كلورايد ملح، يبقى في سيمي بيرميابل ممبرين على جانبيه، في اين يقدر يعدي الصوديوم كلورايد واين ما يعديش اللي هو البروتين، ما يقدرش يعبر السلم. النون ديفيوزابل اين وهو البروتين هيؤثر على توزيع الديفيوزابل اين، هو ده الدونانز إكوليبريم. يبقى نقراها كده مع بعض، هو ايه الديفينيشن اهي، the presence، انا اسف مكتوبه خطا، the presence of non diffusable ions اللي هو مين البروتين، on one side of a membrane of a semi permeable membrane اللي هو ما بيفوتش بروتين لكن بيفوت سوديوم كلورايد، affects the presence of non-diffusable ions or protein affects the distribution of diffusible ions اللي هو السوديوم كلورايد on both sides of the semi permeable membrane. يبقى تاني، وجود non-diffusable ion وهو البروتين هيأثر على توزيع السوديوم كلورايد على جانبي الممبرين اللي هو بيفوت سوديوم كلورايد بس ما بيفوتش بروتين، ادي الدونانز إكوليبريم. وجود نون ديفيوزابل اين ياثر على توزيع الديفيوزابل اين ببساطه شديده، النون ديفيوزابل هو البروتين اللي ما بيعديش، مش ما عداش بقى خلاه في حاله، لا اثر على اللي بيعدي اللي هو سوديوم كلورايد، ده الدونانز إكوليبريم. ات إكوليبريم هيحدث الاتي بقى، ركز معايا كويس قوي. دلوقتي انا اي اين، عشان تفهم لازم تفهم النقطتين الاولانيين دول، اي ايه اللي يحكم تحرك اي اين في جسمك؟ فكر معايا، ايه اللي يقول له اين يتنقل من هنا لهنا؟ ما فيش حاجه، لا يوجد الا حاجتين بس، كونسنتريشن جريدينت، تقول للاين تعالى من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. طب وتاني حاجه الالكتريكال جريدينت، تقول للآين البوزيتيف روح للناحية اللي فيها نيجاتيف أكثر. يبقى تاني، دي مش هنفهم إلا إذا فهمناها، حركة أي أيون في جسمك يحكمها شيئان، خلاص حاجتين بس، كونسنتريشن جريدينت تقول للأيون تعالى من التركيز الأعلى للتركيز الأقل، وإلكتريكال جريدينت تقول للبوزيتيف روح ناحية النيجاتيف أو النيجاتيف روح ناحية البوزيتيف. ثابتة دي الأساس في الفهم. أدي الأرقام قبل الإكوليبريم، ما تركز فيها قوي، لما تحسبها تلاقي هم نفس الأرقام بعد الإكوليبريم.
احنا هنركز at equilibrium بقى، وهنسمي اللي باللون الاحمر دي البروتين كومبارتمنت، دي اللي فيها البروتين اللي هي في حالتي البلاد فيسلز، واللي بره هنسميها نون بروتين كومبارتمنتس. يبقى ده البروتين كومبارتمنتس اللي فيه البروتين، ده النون بروتين، ده اللي حصل ات اكوليبريم. يعني الاعداد دي تشكلت، هي نفس الاعداد يبقى لاحظها تشكلت بحيث انتهت بالقصه دي عند اكوليبريم. انا مش عارف ارضي الكونسنتريشن جريدينت والالكتريكال جريدينت في ان واحد، فحصل حاجة رائعة. تعال بص بقى هنا، ركز في الصوديوم. لو انت مكان الصوديوم، صوديوم فيه 12 في البروتين كومبارتمنت و6 في النون بروتين كومبارتمنت، يبقى فرق التركيز يقول لك روح منين لفين، من الناحية الاعلى اللي هي البروتين للنون بروتين. يبقى الكونسنتريشن جريديان بيقول البروتين اتنقل من، بيقول الصوديوم اتنقل من بروتين كومبارتمنت لنون بروتين كومبارتمنت، لان هنا في 12 وهنا في 6. طب الالكتريكال جريدينت، هنا في 6 كلورايد نيجاتيف والناحيه الثانيه في 3 كلورايد و9 بروتين نيجاتيف، يبقى 12. يبقى هنا في نيجاتيف اكتر، هنا في 12 نيجاتيف، هنا في 6 نيجاتيف. فالالكتريكال جريدينت يقول للصوديوم اتنقل من النون بروتين الى البروتين، لان النيجاتيف هنا اكتر، فحصل إكوليبريم، توقفت حركة الصوديوم. يبقى متى توقفت حركة الصوديوم؟ لما أصبح الكونسنتريشن جريدينت يساوي ويضاد الإلكتريكال جريدينت. أنا مش يعني أنا كان نفسي إن الصوديوم 12 وهنا 6، أهو هنا 12 وهنا 6، يقعد يتنقل 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 لحد ما يبقى هنا 9 وهنا 9. 12 و6 18. لو ما فيش البروتين ده كان الصوديوم قاعد يتنقل يتنقل لحد ما تساوى الكونسنتريشن، لكن وجود البروتين اللي هو نون ديفيوزبل اين خلاني ما اقدرش اعمل كده. امتى هيتوقف الصوديوم؟ قلت الصوديوم بيتحرك تبعا لشيئين، كونسنتريشن جريدينت يقول روح من الاعلى للاقل، والالكتريكال روح انت بوزيتيف روح للناحيه اللي فيها نيجاتيف اكتر. هو وقف لما عندما تساوت القوتان اللي هو هنشوفها تاني. هنا بقى في 12 صوديوم وهنا 6 صوديوم، يبقى هنا التركيز اعلى من هنا، يبقى الكونسنتريشن جريدينت بتقول له روح من البروتين للنون بروتين. طب والالكتريكال بتقول له هنا في 6 نيجاتيف بس هناك في 12، روح بالعكس. يبقى الكونسنتريشن بتقول له روح من البروتين للنون بروتين، من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، والالكتريكال بتقول له روح من النون بروتين للبروتين، لان النيجاتيف هنا اكتر من هنا. وبنفس النسبه 12 ل6 هنا 6 الى 12. يبقى متى توقفت حركة الصوديوم؟ متى حصل إكوليبريم؟ حتى لاحظ كلمة إكوليبريم، عندما تساوت القوتان الكونسنتريشن مع الإلكتريكال جريدينت. ادي الوضع اللي هنقف فيه. في 5 ريزلتس للإكوليبريم دي، تعال نشوفهم بقى مع بعض. ركز في آت إكوليبريم، في الرسمة بتاعت آت إكوليبريم. فأنا كاتبها كالآتي، الستة ريزلتس آسف، 3 متساويين و3 غير متساويين. لاحظ متى دي اهم واحده، هي نمره 1، متى توقفت حركه الصوديوم؟ ليه الصوديوم وقف؟ ليه الايون بطل يتحرك صوديوم؟ لما الكونسنتريشن بقت تساوي وتضاد الالكتريكال. عد معايا، دي نمره 1. في لحظه الايكوليبريم في حاجتين تانيين تساوي، عدد البوزيتيف تشارجز والنيجاتيف تشارجز متساويين في كل كومبارتمنت، يعني هنا في 6 بوزيتيف و6 نيجاتيف، وهنا في 12 بوزيتيف صوديوم و12 نيجاتيف، 3 كلورايد و9 بروتين. اللي جايه هي اهم حاجه، هي فكره حل المساله. حاصل ضرب الصوديوم كلورايد هنا 6 في 6 بكام؟ 36، يساوي حاصل ضرب الصوديوم كلورايد هنا اللي هو 36. يعني لما هنا بيجيبوها لهم مسائل، الرقم اللي بيحصل عنده الاتزان اللي هو لما حاصل ضرب ده يساوي حاصل ضرب ده، 6 في 6 في 36، 3 في 12 في 36. يبقى في لحظة الإكوليبريم، آت إكوليبريم، تساوت أشياء ثلاث. مين أهم واحدة اللي هي بتشرح الموضوع؟ ليه وقف الصوديوم؟ لأن الكونسنتريشن جريدينت اللي بيقول له اتنقل من هنا لهنا، لأن أنت هنا 12 وهنا 6، يساوي تماما الالكتريكال جريدينت اللي بتقول له اتنقل من العكس، هنا في 6 نيجاتيف انما هناك في 12 نيجاتيف، نفس النسبه.
قوتان متساويتان متضادتان تعف حركة الصوديوم. دي أهم حاجة. يبقى في الدولنز إكوليبريم بيتوقف الديفيوزابل آين لما الكونسنتريشن تساوي الإلكتريكال. طب تاني واحدة، عدد البوزيتيف يساوي عدد النيجاتيف في كل كومبارتمنت على حدة. هنا 6 بوزيتيف و6 نيجاتيف أهي، 6 بوزيتيف و6 نيجاتيف، وهنا 12 بوزيتيف و12 نيجاتيف. طب تالت واحدة بقى اللي هي فكرة حل المسألة، حاصل الضرب الصوديوم كورايد هنا 6 في 6 في 36 وهنا 12 في 3 في 36، يبقى في 3 تساووا. الأخطر بقى هما اللي ما تساووش. عد معايا بقى، احنا قلنا الاوزموتيك بريشر بيعتمد على عدد الجزيئات مش على حجمها. هنا في كام صوديوم كلورايد هنا؟ 6 زائد 6 مش في 6 12. هنا 3 زائد 12 تساوي 15. يبقى الدونالز اكوليبريم نتج عنها ايه بقى؟ ان عدد الديفيوزابل اينز بسبب وجود البروتين بقت اكتر في ناحيه البروتين عددا من ناحيه النون بروتين. طب ايه الفايده؟ ان الناحيه دي الاوزموتيك بريشر بتاع الديفيوزابل اين بقى اعلى من الاوزموتيك بريشر هنا. طب ايه الفايده؟ ان ده هيسحب الميه من النون بروتين كومبارتمنت اللي بره الى البروتين كومبارتمنت، لان هنا 15 من 12 وعليه للأوائل والأوائل فقط. فقط سحب المية ناحية البلد، الووتر شيفت ناحية البلد. ليه المية اللي بتخرج من الكابيلاري ناحية الارتري عند الارتيريال اند بسبب الضغط العالي، مش هو ده الاتشينج؟ ايه القوة اللي بترجعها تاني في الكابيلاري عشان نحافظ على حجم الدم عند الفينس اند في كابيلاري؟ الاسموتيك بريشر. يعني تاني الكابيلاري ده المكان الوحيد اللي بيسمح بالاكتشينج ناحيه الارض، الضغط عالي ما تخرج تغذي الانسجه بالحاجات الحلوه النيوترينس والاوكسجين وبتاع. طب ناحيه الفينس اند في الكابيلاري ما تدخل بالايه؟ بالاوزموتيك بريشر. كنا نعتقد قبل الدونالز اكوليبريم ان مين اللي بيدخل الميه؟ البروتينز بس، اللي هي مين لمين؟ فاكرها الالبومين كان عنده الهايست كولويدال او افكتيف او انكوتيك اوزموتيك بريشر. اتاري لانه وراء الخلق خالق؟ لا، ده البروتين لعب بطريقتين، هي بنفسها بتسحب الماية. ايه بقى الطريقه الاهم للاوائل بقى؟ ان البروتين النون ديفيوزابل اثر على توزيع الديفيوزابل اللي كان ممكن يعدوا، بحيث خلى ناحيته عددهم يبقى اكتر، ناحيته عددهم يبقى اكتر فيساعدوه في سحب الماية. يعني سحب الميه للبلاد فيسلز للطالب العادي الممتاز يقول بيتم بالكولويدال او افكتيف او اوزموتيك، كولويدال او افكتيف او انكويدال اوزموتيك بريشر اوف بروتينز مينلي البومين، ده اللي خدناه في البلاد. للاوائل يقول احنا قلنا مينلي البومين. نمره 2 بسبب الدونالز اكوليبريم، ان وجود البروتين اللي هو نون ديفيوزابل اين خلى الديفيوزابل اين يتوزعوا بحيث في نهايته يبقى فيه ديفيوزابل اكتر يساعدوه في سحب المية. يبقى سحب المية البلد والاحتفاظ بحجم الدم ثابت، ان المية اللي خرجت بسبب الضغط العالي عند الارتيريال اند تساوي تماما المية اللي بتدخل عند الفينس اند، يتم بسببين: بروتين اللي هو الكولويدال او افكتيف او انكوتيك اوزموتيك بريشر، والدونالز اكوليبريم. واقولها لك هم كاتبينها في البلاد وما عرفوش يشرحوها. قال لك الافكت الاوزموتيك بريشر في البلاد 28 اعتقد كاتبينها كده، 19 بسبب البروتين و 9 بسبب الدونالز اكوليبريم، ومحدش خالص من حضراتكم قال للزميل فاضل اشرح لنا يعني ايه بسبب الدونالز اكوليبريم. يعني ايه الدونالز اكوليبريم خلت الديفيوزابل اين اللي من حقهم يديفيوز لازم يبقوا ناحيتها اكتر عشان يساعدوه؟ ده الدونالز اكوليبريم. يبقى تاني هقولها دي الصفحه الاخيره، ولسه فاضل حته صغيره بقى ايه نغوص اكتر في الاعماق دي بقى، يعني حته اكبر واعمق شويه، يعني على ان زي ما بتصور ان احنا نستحق ان احنا نعرف الكلام ده، مش هنا بس يعرفوا الكلام ده في نورث امريكا او لهم ولابناء يعني وطني
وعروبتي ما يعرفهمش. ما هي كلمة دونانز إكويبيرا؟ قلت لك ساهم فيها اتنين. دونانز هو الأهم البريطاني. جيبسي ده الأمريكاني ما عملش حاجة. دونانز ده خد 11 أورد أهمهم اللي خلدت اسمه بتاعت الكلام اللي قلناها دلوقتي. قال كلام يبدو بسيط جدا. قال يا جماعة دونانز إكويبيرا معناها إن لما يبقى فيه نون ديفيوزابل آين زي البروتين ما يقدرش يعدي الممبرين بيأثر في توزيع الديفيوزابل آين زي الصوديوم كلورايد. حلوة إيه؟ سهل قوي بالبلدي. النون ديفيوزابل كما البروتين بيؤثر في الديفيوزابل هو الصوديوم كلورايد. ات ايكوليبريم مع شقط مثل عشق النظام حصل ست نتائج. ثلاثة تساووا اللي هما باللون الاسود 1 2 3 وثلاثة ما تساووش اللي هما الاهم عشان كده باللون الاحمر. قلت لكم فهمتكم الاول. هو مفروض لو انا اين ايه اللي حركني؟ علمتك حاجات جميله جدا. مفيش اين يتحرك في جسمك غير تبعا لقوة تانية، مفيش ثالثه. الكونسنتريشن جريديانت تقول له روح من الاعلى للاقل. طب والالكتريكال تقول له روح لو انت بوزيتيف زي الصوديوم روح للناحيه اللي فيها نيجاتيف اكتر. طب يعني ايكوليبريم يعني ايه؟ قلت لك كلمه ايكوليبريم للناس اللي بيسمعوني اول مره وللزملاء يسمعوني جاء من كلمة إيكوال، يعني حاجتين تساوى. إيكوال إيكوليبريم. إيه ليه وقفت حركة الصوديوم؟ لأن الـ 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 القوتين اللي بيقولوا له اتحرك الكونسنتريشن والإلكتريكال أصبح دلوقتي قوتين. يوجد دلوقتي قوتان متوازيتان متضادتان. الكونسنتريشن بتقول له اتحرك من هنا لهنا لأن هنا في 12 وهنا 6، يبقى عاوز يتحرك من البروتين للنون بروتين بالكونسنتريشن جريديانت. طب والالكتريكال بتقول له لا اتحرك بالعكس من النون بروتين للبروتين لان هنا في 6 نيجاتيف انما هنا في 9 نيجاتيف، 3 كلورايد و9 بروتين. خدت بالك ايه اللي حصل؟ قوتان متساويتان متضادتان، عشان كده وقفت حركه الصوديوم. يبقى دي اول حاجه تساويت وهي الاهم اهي. ايكوالز اند اوبوزس الكونسنتريشن جريديانت في صوديوم. الكونسنتريشن جريدينت اوف صوديوم ايكوال اند اوبوزس الالكتريكال جريدينت فور صوديوم. طب ايه الثانيه؟ بص معايا في الرسمه. كل كومبارتمنت نيوترال باي اتسلف. هنا 6 نيجاتيف و6 بوزيتيف يبقى متعادل اسمه ازاي. هنا 12 نيجاتيف 9 و3 يقابلهم 12 نيجاتيف صوديوم. يبقى ثاني حاجه تعادلت عدد الشحنات البوزيتيف والنيجاتيف في كل كومبارتمنت على حده. ثالث حاجه ليها فكره حل المساله البرودكت حاصل الضرب. انا ما بيجيب لي اعداد بعرف فين الاعداد اللي هتعمل ايكوليبريم. الاعداد لما اضرب دول في بعض يساوي دول في بعض. 6 في 6 صوديوم كلورايد، 6 صوديوم و6 كلورايد 36 وهنا 36 يبقى متساوي. طيب ده انا ظبطت روحي. طب انا استفدت ايه؟ دونالز ايكوليبريم ده فادنا بايه؟ لاحظ بقى ملحوظات رهيبه. حاصل الجمع عدد الديفيوزابل اينز هنا 15 اللي وصلهم كورايت بينما هنا 12. وانت قلت لنا ان الاوزموتيك بريشر بيعتمد على النمبر، على النمبر مش على السايز. يبقى الديفيوزابل اينز هنا اكتر من هنا، يبقى الاوزمولاليتي هنا نمره 5 اعلى من هنا، وعليه الفايده اهي بقى الفايده باللون الازرق. يبقى هيحصل ووتر شيفت من النم بروتين الى بروتين كومبارت. يبقى للطالب اللي هم ممتاز بس مش من الاوائل لما قالوا له الميه بيتم استعادتها للبلاد بتدخل للبلاد والبلاد بيحافظ على حجمه بايه، الطالب اللي هو ممتاز يقول بالكولويدال او الافكتيف او الانكوتيك اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتينز مالي الالبوم. دي الاساس. الاوائل لا عندهم راي اخر. والدونز ايكوليبريم ان البروتين اثر على توزيع الديفيوزابل، مع النون ديفيوزابل اثر على الديفيوزابل بحيث خلى في ناحيته اكتر يساعدوه يشدوا معاه. الدونالز ايكوليبريم لما ترجع للبلاد هيقول لك 28 القوى اللي بتدخل الميه الافكتيف كل الاوزموتيك بريشر مش كلهم بسبب البروتين، يكتبوا هناك 19 بلازما بروتينز و9 دونالز ايكوليبريم وما يكتبوهاش وما يشرحوهاش. يبقى لماذا قصر الزملاء في إيضاحها أو في تبيانها بأهذب أسلوب؟ لسبب لا يعلم إلا الله.
لكن اتمنى الزملاء اللي سمعوني يبقوا فهموها. تحبوا للزملاء مش ليكم انتوا بس نغوص اكثر. طيب لما الدولنز طبقوا على البلاد نلاقي حاجه رائعه. ايه رايك؟ شيء رائع ان الدولنز الكوليبريم بيخلي النون ديفيوزابل بيساعد البروتين في سحب الميه. البروتين النون ديفيوزابل اثر على توزيع الديفيوزابل بحيث خلى في ناحيته اكتر يساعدوه في سحب الميه. لو تخيلت نفس الرسمه بس هنا سيل ممبر بقى مش بلاد، دي سيل بدل اللون الاحمر دي بقت سيل مش بلاد، هتنتهي بكارثه. لان وجود البروتين داخل الخلايا هيخلي النون ديفيوزابل الصوديوم ناحيته اكتر يسحب الميه للخلايا. لو تخيلت دي خليه مش بلاد، الخليه تسويل وترابتشر. يعني بينما الدونانت شيء رائع في البلاد لانه بيحافظ على حجم الدم بيدخل ميه على البلاد، لكن لو طبقته على السيل تلاقيه مش حلو لانه الانترا سيلر بروتين هتعمل نفس اللي عندك، هتاثر على الديفيوزابل ايون سوديوم كلورايد خليه جوه اكتر، فالميه تتسحب ناحيه الخليه فالخليه تنتفخ وتنفجر. وراء الخلق خالق. الزملاء يسمعوا اول مره يعرفوا الكلام ده. ايه اللي منع الكلام ده؟ في حاجتين منعوه انتوا عارفينهم. خدت بالك في السيل خدناها في النيرف سيل ما كانتش بتفوت الصوديوم، كانت بتفوت البوتاسيوم قد الصوديوم. فاكر كم مره؟ 20 لـ100 مرة. دي نمرة واحد. يبقى عشان ما تحصلش الكارثة دي خلى الممبرين بتاع النيرف سيلز مش منفذ للصوديوم، وإلا البروتين هيجيب الصوديوم معاه يشفط مية يفجر الخلية فخلاه غير منفذ للصوديوم. فوت البوتاسيوم قد الصوديوم 20 لـ100 مرة. عاوز الثانية الألطف؟ حتى لو ما أنت بنقول البوتاسيوم أكتر من الصوديوم 20 لـ100 مرة بس ستيل في شوية صوديوم بيدخله، لأن أنت قلت أكتر ما قلتش فقط. بيفوت بوتاسيوم اكتر من الصوديوم، في شويه صوديوم هيدخله. الصوديوم اللي داخل هنسيبه هنطلعه بحاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. فاكر كان بيرمي كام صوديوم مقابل كام بوتاسيوم؟ 3 صوديوم بره اكتر من البوتاسيوم اللي رجع جوه، 2 عشان عدد الايونات الديفيوزابل ما يزيدش في الخليه وبالتالي ما تشفطش ميه زي حكايه البلاد وبالتالي ما تنفجرش. الكلام ده لو فهموا الطلبه يبقى رائع. اتمنى يفهموه الزملاء عشان لما نكتب دونانس اكوليبريم نكتب كلام معتبر. ما حدش يبص في الكتاب بتاعنا يقول ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الهزل ده؟ هذه الدونانس اكوليبريم كما ينبغي ان تفهم والا فلا. هعيدها تاني في عجاله وكده ابقى خلصت الانترودكشن ثم راحه 10 دقائق باذن الله نبتدي بعديها الاوتونوميك. يبقى ما هي الدونانز يا شباب؟ هي انها بص ات اكوليبريم ان وجود نون ديفيوزابل اين وهو البروتين هيأثر على توزيع الديفيوزابل اين وهو الصوديوم كلورايد عبر ممبرين يسمح بمرور الديفيوزابل اللي هو الصوديوم كلورايد اللي هو بيرميابل ليهم ولا يسمح بمرور البروتين لانه بالنسبه لها امبير. ثم قلت لك جمله تحضيرية لو ما قالهاش الشارح مش هتفهم الكلام، مش هتكتبها بس تحضيرية. ايه القوة اللي بتحرك الديفيوزابل اين؟ اي اين كم قوة بتحركه؟ تبقى فاكرها ناحية 2 الكونسنتريشن جريدينت يقول له روح من الاعلى للاقل، والالكتريكال جريدينت القوة التانية تقول له لو انت بوزيتيف زي الصوديوم روح للناحية اللي فيها نيجاتيف اكتر. طب اتوزع الصوديوم كلورايد ازاي بقى ما بين البروتين كومبارتمنت اللي هو البلاد في المثال بتاعي والنون بروتين كومبارتمنت اللي هو بره؟ بحيث اهم حاجه نمره واحد بحيث انه الكونسنتريشن جريديان فور صوديوم هنا 12 لـ6 يساوي واي وضاد الالكتريكال جريديان فور صوديوم. الصوديوم الكونسنتريشن بيقول له تعالى من البروتين للنون بروتين، انت هنا 12 وهنا 6. الالكتريك بيقول له لا تعالى من النون بروتين للبروتين، لان هنا في 12 نيجاتيف وهنا في 6 نيجاتيف. نفس النسبه بس متعاكسه، قوتان متساويتان متضادتان توقفت حركه الصوديوم كلورايد. دي نمره واحد. تاني حاجه في التساوي، بص عدد البوزيتيف قد عدد النيجاتيف في كل كومبارتمنت، يعني كل كومبارتمنت متعادل بذاته باللغه العربيه. 6 بوزيتيف 6 نيجاتيف، هنا 12 بوزيتيف 12 نيجاتيف. ثالث حاجه متساويه اللي هي فكره حل المساله. لازم البرودكت حاصل ضرب الصوديوم كلورايد هنا يساوي حاصل ضرب الصوديوم كلورايد هنا، 6 في 6 36، 3 في 12 36. طب ايه اللي استفدناه الثلاثه بقى اللون الاحمر؟
لو عندك قوة ملاحظة عدد حاصل الجمع، عدد الحاصل جمع السودوم كلورايد هنا اكتر من حاصل جمع السودوم كلورايد هنا، هنا 15 3 و12 15، هنا 6 و6 12. وعليه نمرة 5 الاوزموتيك بريشر هنا اعلى من هنا اللي بيعتمد على العدد. وعليه اللي عاوزها بقى في الاخر الووتر شيفت، هينتقل المية من النون بروتين للبروتين. شوف الروعة، وراء الخلق خالق. يبقى البروتين سحبت المية على البلد، رجعت المية اللي خرجت من البلد عند الارتيرا الاند عشان التشينج يبقى كامل وحجم الدم ما يتغيرش بطريقتين. للأوائل البروتين بنفسه لانه موجود في ناحية واحدة بس، عمل افكتيف او كولويدال او انكوتيك اوزموتيك بريشر تسحب المية. لكن للأوائل لا، ده مش بقول ده، ده ده البروتين القوى العاقلة التي نسميها الله حط فيه ذكاء وزعهم النون ديفيوزابل أثر على الديفيوزابل بحيث ان الديفيوزابل سودوم كلورايد يبقى ناحيته اكتر تبعا للدونز اكوليبر فيساعده في سحب الماء. شيء رائع. طب لما اجي اقول في السيل طبق الكلام ده على السيل، بدل ما الرسمة بالاحمر دي بلاد فيسل اعتبرها سيل، نفس الكلام. هو في انتراسيلر بروتين هيؤثر على السودوم كلورايد على الناحيتين، هتسحب ميه السيل تنتفخ تنفجر. دلوقتي بس فهمنا هو ليه ربنا خلى الممبرين بتاع مثلا النيرف سيل ريلاتيفلي بيفوت البوتاسيوم قد الصوديوم، يعني ما بيفوتش الصوديوم بنفس الكيفيه 20 ل 100 مره. دخول الصوديوم صعب، مش هيبقى بقى الممبرين ديفيوزابل عادي خالص، لا صوديوم دخوله اقل من بوتاسيوم بنسبه 20 الى 100، وهتوفر شويه داخل هتخلص منه بعمليه اسمها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم بامب. بترمي مين اكتر بره؟ مين اكتر بره؟ صوديوم، عشان الاوزمولاريتي ما تزيدش وما تنفجرش الخلايا. سبحان الخالق القادر الوهاب. ده الدوننز اكوليبريم يا ولاد كما ينبغي ان تفهم، والا فلا. واعتبر كل الدوننز اكوليبريم دي فقر المعلومات العامة، إنما هي كانت فقرة معلومات للزملاء أحبهم يسمعوا حاجة. ما تضايقنيش إن الناس تعرف تعرف تعرف، لازم نعرف، لازم نكتب كلام يعتبر. ما حدش يبص على الكتب بتاعتنا يقول إيه اللي كاتبينه ده. مفروض كده يا شباب. كده خلصنا أول برانش، تم بحمد الله وهو الانترودكشن. وأشكركم على وقتكم وعلى وقتكم اللي هتدهوني بإذن الله. أتعشى بكون أفدتكم. ممكن تفوت الدوننز وتعرف الكلمتين اللي هما كبنهم لو كنت في جامعة القاهرة أو في حتى في جامعات تانية معظمهم مش كبنها مظبوط. تبقى عارف إن الدوننز هو إن النون ديفيوزابل اللي بيأثر على الديفيوزابل، هو الديفينيشن يعني. إنما أنت فهمت إن وات واي وما الصالح وإيه إمتى يبقى كويس وإمتى يبقى وحش أند سو أون. هناخد راحة 10 مينتس وبإذن الله نلتقي تاني لأتمنى 3/4 ساعة. احنا خد وقت معظم الوقت على فكرة دوننز كوليبرين دي ما كانتش تبعي، بس يعني ما قدرتش بقولها الكوش لأن ده احنا بنحطه بنسجل على اليوتيوب، دي حاجات للتاريخ. فعاوز يبقى عندنا محاضرات بالعربية معتبرة زي ما في محاضرات بالإنجليزية معتبرة. وعلى فكرة العام القادم بإذن الله إذا كان في العمر بقية هعيد نفس الكورس تاني بس إن إنجليش، انجليش للفورينرز اللي ما بيفهموش غير انجليش فقط، عيد من هو تاني باذن الله. لم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، واللقاء لمن يريد بعد 10 دقائق في المحاضره الاخيره والسادسه من الاوتونوميك نيرفوس سيستم.